تفضل يا أختي عهود من الطائف. ألو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل السؤال. يا شيخ عندي 3 أسئلة. أيوه. السؤال الأول، إحنا عندنا في البيت قطو، وإذا صلينا يقعد ينطط على السجادة ويعني يقطع الصلاة أو حاجة زي كذا، ما أدري. فبيعرف يعني إنها تقطع الصلاة ولا ما يقطع؟ من عادة القطو إنه يلعب ويعبث، هذا من عادته ولا يقطع الصلاة. لا، القطو لا يقطع الصلاة ولو مر من أمام المصلي. نعم.